خطر يهدد وجود المحيط الأطلسي الملقب ببحر الظلمات، ثاني أكبر محيطات العالم، الذي يغطي 20% تقريباً من مساحة الكرة الأرضية. خطر شكلته حلقة النار، ويهدد بابتلاع الأطلسي أو تقلص حوض المحيط بشكل كبير وإغلاقه. فما هي حلقة النار؟ وكيف لها أن تهدد وجود المحيط الأطلسي؟ حلقة النار هي منطقة اندساس خاملة وواسعة النطاق تقع أسفل مضيق جبل طارق، والتي كشفت دراسة برتغالية حديثة أن هذه المنطقة يمكنها الاستيقاظ والتوسع غرباً نحو المحيط الأطلسي، وستكون المسؤولة عن إغلاقه أو اختفائه في نهاية المطاف. منطقة الاندساس المعروفة أيضاً باسم قوس أو خندق جبل طارق تقع حالياً في ممر محيطي ضيق بين البرتغال والمغرب. بدأت هجرتها باتجاه الغرب منذ نحو 30 مليون سنة، عندما تشكلت منطقة الاندساس على طول الساحل الشمالي لما يعرف الآن بالبحر الأبيض المتوسط، لكن تحركها توقف في آخر 5 ملايين سنة. وتتكون مناطق الاندساس نتيجة انجراف إحدى الصفائح التكتونية أسفل الأخرى، وتعد المسؤولة عن النشاط الزلزالي القوي. ويحذر قائد الدراسة وهو أستاذ التكتونيات في كلية العلوم البرتغالية من خطورة تشكل مناطق اندساس جديدة، كونها ستقود إلى إغلاق المحيطات بأكملها. تلتقي الصفائح التكتونية الرئيسية عند مضيق جبل طارق الذي يفصل بين إسبانيا والمغرب، أي الصفيحة الأوراسية والصفيحة الإفريقية. وفي منطقة الاندساس تغوص الصفيحة الإفريقية أسفل الأوراسية، ما يؤدي إلى نشاط زلزالي خطير. ويبلغ طول منطقة الاندساس حالياً أسفل مضيق جبل طارق نحو 125 ميلاً، ما يجعلها واحدة من أصغر مناطق الاندساس في العالم. لكن في حالة سعيها غرباً فقد يصل طولها إلى 500 ميل. كما يستضيف المحيط الأطلسي منطقتي اندساس يشير الباحثون إليها بمنطقة الاندساس في جزر الأنتيل الصغرى في منطقة البحر الكاريبي، وقوس سكوتيا بالقرب من القارة القطبية الجنوبية. واستخدم الفريق النمذجة الحاسوبية لمحاكاة منطقة الاندساس أسفل مضيق جبل طارق منذ ظهورها خلال عصور الأوليغوسين قبل نحو 30 مليون سنة، ووجدوا أن ابتلاع المحيط سيحدث لا محالة من الناحية الجيولوجية بعد عدة عقود، وستتسبب حلقة النار بإغلاق المحيط ببطء. الدراسة أشارت إلى أن مناطق الاندساس يمكنها النمو ليدخل جزء من المحيط في عملية يطلق عليها غزو الاندساس. أما المنطقة الموجودة أسفل مضيق جبل طارق فلا يزال نشاطها بطيئاً، وسرعة انزلاق الصفيحة بطيء أيضاً، إلا أن ذلك لا ينفي الاعتراف بخطورتها على وجود المحيط الأطلسي. فهدوء حلقة النار أسفل مضيق جبل طارق أمر وقتي بحسب علماء الجيولوجيا، حتى إن استمر لعقود فالزلازل الكبيرة التي تضرب المنطقة يمكنها تحفيز استئناف قوس جبل طارق تقدمه لاقتحام المحيط الأطلسي وإتمام عملية غزو الاندساس. وأن اجتياح قوس جبل طارق للمحيط الأطلسي قد يسهم في تشكيل نظام اندساس مماثل لسلسلة من مناطق الاندساس التي تحيط بالمحيط الهادئ.